انا حسام ابو العلا، كاتب صحفي وقاص وروائي. النهارده ان شاء الله في نقابة صحفيين بنناقش مجموعه نظره وداع. هي مجموعه قصصيه بتتحدث عن اكثر من قضيه اجتماعيه في المجتمع المصري، اهمها المشاكل اللي بتصادف الناس في ازمه منتصف العمر والصراع ما بين المشاعر والاحاسيس والظروف الاجتماعيه. انا تعمدت الحقيقه في المجموعه دي ان انا اطرح اكتر من فكره الحب ودوره في حياه الانسان، وازاي ممكن يصادفه في مرحله معينه في عمره، بيلتقي بشخص ربما تكون الظروف اقوى منهم، فهل اللي بيصمد الحب والمشاعر ولا الظروف هي اللي بتقدر تنتصر. كمان ناقشت اكتر من قضيه مرتبطه بظروف الاقتصادية اللي موجودة في بلدنا واللي أثرت على الناس اللي بتشتغل بإضافي، وده أثر على موضوع الأسرة المصرية وغياب الأب فيها، وللأسف الشديد يعني غاب القدوة يعني. أيضا دور المرأة والمعيلة اللي بتشيل أكتر من أزمة ومشكلة، وللأسف الشديد هي بتشيل النصيب الأكبر في المشاكل. فبالتالي كل دي كانت قضايا مطروحة للنقاش، ونظرة وداع هي المجموعة القصصية الرابعة ليا بعد قلب مهزوم وكيس الأسود وموعد الفراق. وهي أنا يعني بتناول دايما في مجموعات القصصية الخط الاجتماعي والخط الإنساني، ودي اللي أنا دايما بحاول إن أنا أطرحها يعني. وإن شاء الله أنا مشارك في معرض القاهرة في برواية اسمها صيد الذئاب، كتابة مشتركة مع زميل ليا الأستاذ أحمد شنب، هو صديق ليا في مجلة أكتوبر في دار المعارف، وهي رواية مختلفة تماما عن الخط اللي أنا بكتب فيه. لأول مرة أولا عمل رواية أكتبه بعد المجموعات القصصية، وكمان الموضوع خارج الإطار الاجتماعي، بتناول قضية مهمة جدا اللي هي قضية تنظيم داعش والتطرف والإرهاب وخريطة الإرهاب في المنطقة، من خلال أحد الشباب المصريين اللي قدر إن هو يكون ليه دور في موضوع التنظيم بشخصية مستعارة، وقدروا ان يخترق التنظيم ويبقى فيه مغامرات وإثارة يعني. ده خط مختلف يعني. فيعني بشكركم طبعا على اللقاء دوت، وسعيد جدا بيكم، ونتمنى دايما توفيق. احنا طبعا اكيد بصدد الاحتفال بمعرض القاهرة الدولي للكتاب اللي هينطلق، او النهاردة تم افتتاحه رسميا بحضور السيدة الوزيرة، وبكرة ان شاء الله في استقبال بقى الجمهور والناس، والفعاليات ممتدة من 25 لغاية يوم 6 فبراير. فأتمنى ان شاء الله كل الناس تحضر وتشرف بإذن الله ان شاء الله.